السلام عليكم البنات، كي دايرين اخواتاتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. البنات اليوم بغيت نوجد معكم خل تفاح. ان شاء الله غادي نوجد معكم الخل ديال التفاح. هانتوما البنات راكم عارفين التفاح رخيص هاد الوقت. هانتوما عندي واحد الكميه كثيره ديال التفاح جبها اليوم للدار. المهم البنات، وعندي هاد القرعه، عندي البنات هاد القراعي، عندي منهم جوج كبارين هاد القراعي هادو. داكشي علاش غادي ندير واحد الكميه كثيره ديال التفاح. كيف ما قلت لكم البنات، شديت التفاح غسلته نقيته مزيان البنات، لا فيه شي ضربه هكا، حيدت شي ضربه كبيره ولا شي حاجه. هو البنات من الاحسن التفاح يكون بحال هكا، يكون طيب. هذا البنات راه ماشي خامش، راه طيب بزاف. والمهم البنات ما يكونش فيه غير اعزكم الله الدود، ما تكونش فيه غير الدوده صافي. وتقدروا ديروا التفاح ديالكم هكا خل بعينكم مغمضين البنات، راه ما تيوقع ليه والو. انتم اخواتاتي راه تبارك الله كثير نقيته انايا، قلت فيه شي ضريبه هكا، شي ضربه معيقه حيدتها. تسقطر مزيان. غادي ندير لي واحد سربيته نشفو مزيان، عاد غادي نحطو في هاد القراعي البنات. ها انتم راه بديت كنحط، غادي نحطو في هاد القراعي وهانتوما معايا ان شاء الله. هانتوما البنات هاو التفاح ديالنا، غادي نقطعو البنات كل تفاحه غادي يلا. هانتوما البنات هاو التفاح ديالنا، كل تفاحه غادي نقطعها على اربعه. هانتوما البنات بعد ما نغسلو يتسقطر مزيان، نشفو من الماء. هادي مزيانه خليها يتنشف مزيان من الماء البنات. صافي نبداو نقطعو. نعم نقطعو هكا البنات باش تهز لينا. في الاول كنت غادي نخليه هكا، ولكن بانت لي غادي تعمر دغيا القرعه، داكشي علاش بديت كنقطع. نتمنى البنات التصوير يكون واضح، حيت دابا راه الليل، داكشي علاش التصوير غادي يجي شويه ناقص. المهم البنات بغيت نشارك معكم الطريقه، وراكم عارفين الفوائد ديال خل التفاح، راكم عارفينها، عارفين شحال عنده ديال الفوائد. راه مزيان، اللي جاتني باقا زوينه البنات كنخليها، اللي جاتني باقا مزيانه كنخليها هكا ياكلوها الدراري. التفاح دابا البنات راه رخيص، استغلوا الفرصه ونصايبوا خل التفاح. المهم اخواتاتي غادي نبقى مستمره ان شاء الله حتى نكمل الكميه اللي عندي ونرجع معاه. هانتوما البنات هانتوما راني عمارتها، نتوما كتشوفوا شفتوها، اسمحوا لي على الاضاءه البنات. هانتوما كتشوفوا الضوء كيفاش داير. عمرتها مزيان، وعندي الغطايه ديال البنات، ها هي الغطايه ديالها، ما بغيتش نغطيها بالغطايه ديالها. غادي ندير لها هاد السربيته منفسه، ما خصهاش تسد عليها مزيان، خاصها تبقى مهويه. وغادي ندير البنات تحت البوطاجي. سمعتونا البنات، غادي نخشيها تحت البوطاجي. ضروري ما تكون في شي بلايصه اللي مظلمه، ما تكونش في بين الضوء صافي. وغادي نخليها ان شاء الله واحد شهر حتى 40 يوم، حتى شهر و 10 ايام عاد غادي نطلع ليه، وغادي نلقاه ان شاء الله ولا عندي الخل. دابا هو غادي يطلق داك الماء ديالو، كيطلق دوك السوائل ديالو، هذاك هو الخل. هانتوما كتشوفوا البنات، وهذه هي الوصفه ديال نهار اليوم. كنتمنى تعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو البنات ما تنسونيش من البارطاج، التعاليق ديالكم زوينه، لايكات، الاشتراك في القناه. وهذا الشيء اللي عطى الله البنات. خليت لكم الراحه ومع السلامه.